على رأسهم نقول رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، رئيس قطاع الشباب والناشئين بالنادي الأهلي كابتن خالد بيبو، نجم كبير تولى مسؤولية مكان ما شاء الله غير وطور وبدل، وكل الناس بتبصم ليه الحقيقة انه ما شاء الله موهوب في هذا المكان يعني، وعنده نجاحات كبيرة جدا جدا، وبالتالي بنتوجه له بالتحية ونقول له مساء الفل عليك يا كابتن خالد. مساء الفل على حضرتك يا كابتن، وسعيد جدا ان انا بكلم حضرتك، وسعيد جدا على المقدمه المحترمه الجميله دي، وانت دايما كنت في ظهرنا يا كابتن يعني. لا والله يا كابتن خالد، لان انا دايما انا على تواصل معاك، واقول لك عندك باك ليفت تقول لي عندي فلان هايل، عندك باك رايت تقول لي فلان، عندك نص ملعب تقول لي فلان، اقول لك كابتن خالد بيضحك عليا او بيحلم، لكن بالفعل لما شفنا كابتن خالد الولاد بيلعبوا المقاولين، بيلعبوا الجونه، بيلعبوا الاسماعيلي، وبيظهروا اكتر من ند، وبيكونوا قريبين للمكسب في مباراه الاسماعيلي وقريبين للمكسب في مباراه المقاولين، اذا هناك سيستم لازم اعرف انت مشيت ازاي يا كابتن خالد علي. الحمد لله رب العالمين. طبعا يا كابتن ان في البدايه ان الولاد ظهروا بالشكل المناسب اللي يخلي اداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي يبقى مرتاح ان في قاعده ناشئين تقدر تعتمد عليها في كل وقت. نعم طبعا انا اول ما يعني توليت المسؤوليه كان اكثر حاجه بتزعلني لما كنت بسمع الناس كلها بتقول هو فين ناشئين النادي الاهلي؟ هو النادي الاهلي ليه ما بيخرجش ناشئين؟ ليه النادي الاهلي ما بيخرجش ناشئين؟ نعم فكان الفكره كلها ان احنا عايزين نشوف ايه الوضع، ايه المشكله اللي بتخلي جمهور النادي الاهلي الان دايما ان ما فيش ناشئين. نعم لما انا دخلت القطاع وابتديت ان انا ابتدينا نشتغل لا انا عندنا حاجات كتيره كويسه والله يا كابتن، يعني انا بقول لحضرتك يعني بدون ادنى يعني كذب يعني، لا ده اللي ظهر ده بمنتهى الامانه 10% من اللي احنا بنخططه لقطاع الناشئين. 10% 10% في احلام كتيره قوي، وفي ملفات كتيره احنا شغالين عليها بقالنا فتره، الكابتن محمود الخطيب شغال عليها مع لجنه التخطيط الكابتن محسن والكابتن زكريا. نعم ان ازاي استفيد من القاعده الكبيره اللي موجوده عندنا اللي هي قاعده القطاع الناشئين، واحنا عندنا مواهب كتيره جدا مميزه يعني. زي ما بقول لك انت حضرتك شفت مجموعه يعني بدايه طبعا من مصطفى شوبير، وانا لما انا يعني انا عايز اتكلم عليه شويه بقى مش عشان حضرتك لا اتفضل. لما انا توليت المسؤوليه كان عندنا مباراه كانت مهمه جدا. نعم لما انا بدور نمره واحد عشان واحد يلعب في النادي الاهلي لازم يبقى عنده شخصيه النادي الاهلي، دي مهم اكثر من ان انا ابقى عندي لعيب مميز وخلاص، ان انا فكره ان انا ازاي ابقى اتحط في المواقف الصعبه، وانا اسف يعني مصطفى بيتهاجم من كل حته. نعم اوقات كتيره جدا ومن كل الناس. انما انا عمري في حياتي ما شفته مره مهزوز مثلا، او ان هو يعني قلق من الكلام اللي ده، لا هو طول الوقت كان متحدي، وطول الوقت بشوف شخصيه القائد، ولما جيت طبعا هو بيتكلم بكل زمايله، كل زمايله بيثقوا فيه. فانا قلت لا ده جون كويس بقى وشخصيه كويسه وقائد. نعم قيس بقى على كده مجموعه زمايله في الفرقه والشغل اللي هم بيعملوه. لا انا عندي مجموعه من اللعيبه كويسين جدا، كل اللي كانوا محتاجينه ان هو ياخد فرصه. نعم ان هو يبقى يتشاف بشكل كويس، فكان هو هدف الصراحه يعني. ما اقدرش انكر دور الكابتن سيد عبد الحفيظ ومستر موسيماني وكابتن سامي قمصان وطبعا وكابتن خطيب ولجنه التخطيط. نعم ان طول الوقت يبقى ازاي في ربط منها قطاع كره القدم، بس مناش لا الفريق الاول ولا قطاع الناشئين ولا الاكاديميات، لا ازاي يبقى احنا كلنا رابطين ببعض. نعم اول ما الفكره كلها ان انا كنت بجهز الولاد، وده دور بصراحه يعني اللي احنا عملناه. نعم كان في مدير فني للشيكي صراحه اشتغل على الولاد بشكل كويس جدا، اختيارنا لمجموعه من المدربين المميزين جدا جدا جدا، وده الامانه فرصه ان انا اشكرهم من خلال حضرتك. نعم. على المجهود اللي بيبذلوه مع الولاد، ازاي يبقى الولد جاهز لغايه ما محتاجه. النهارده انت في الملعب في ولاد 2004 و2003 و2002 و2001 99. نعم انت بتتكلم في اجيال مختلفه بالنسبه لقطاع الناشئين، وكلهم انت ما تقدرش تقول ان ده صغير او ده ما يقدرش يشيل المسؤوليه. النهارده بتشوف شرقيه بيأدي اداء عامل ازاي، حاجه جميله. نعم ما تحس ان هو بيلعب بقاله فتره طويله، مش اول يوم يشترك النهارده. نعم تتكلم على مغربي ما شاء الله حدث ولا حرج،
بنتكلم على عصر انا مش عايز اذكر اسماء. نعم. بس كل الولاد موجودين في الملعب، ما تحسش ان هم بقالهم فتره طويله قوي بعيد عن قطاع عن الفريق الاول، لا بيشتغلوا مع الفريق الاول. السيستم يا جماعه احنا حطينا سيستم ان ازاي الولد لما يطلع مع الفريق الاول ما يبقاش فيه جاب. الجاب ده احنا شغالين عليه من السنه اللي فاتت، ازاي تخلي الولد جاهز نفسيا اولا، شخصيه النادي الاهلي، جاهز بدنيا. النهارده الحمد لله في ولاد بيلعبوا ثلاث مباريات كاملين 90 دقيقه ما حدش جاله شد. كابتن خالد انت كررت حوالي 5 مرات شخصيه النادي الاهلي، تقصد ايه؟ شخصيه النادي الاهلي ان هو يبقى عارف ان هو بيتحاسب من اول ما يلبس التيشيرت. نعم. هو بيتحاسب حساب، مش حساب سهل. نعم. حساب كبير جدا، ازاي يقدر ان هو يتحمل المسؤوليه، ازاي يقدر ان هو يشتغل على الامكانيات اللي حواليه. هو النهارده يعني كان مغربي مثلا طول عمره بيلعب مع ناس معينين اتعود. نعم. عليهم ومحفزهم، انما النهارده بيغير الناس اللي حواليه بيلعبوا معاه، لا هو نفس ادائه، نفس عنده الوعي التكتيكي ازاي يقدر يشتغل، بيلعب 4-4-2-3-1، غير طريقه اللعب للثلاث، فهو كل كلام عنده المرونه التكتيكيه ان هو يشتغل باي طريقه. انت كان جبت مانو حطيته في نص الملعب، حطيته سورد باك، حطيته تالت. نعم. فبقى اخدين الشغل ان هو زيب عنده كان هو مع اي لعب. يعني انا كابتن بس النقطه اللي انا بتكلم عليها وحابب اللي انا اتكلم عليها هو الشغل البدني. نعم. ان انا بلعب 3 مباريات صحيح في وقت مفيش من المباراة، صح؟ نعم. يكمل المباراة لاخر المباراة زي ما بدأها زي ما نهاها. مظبوط مظبوط. الحاجات لازم انا ببقى باصص عليها وشايفها. محدش في الولاد يعني انت تتكلم النهارده مثلا مغربي عمل ضرب جزاء بعد كده طول الماتش هو واقف على رجليه هايل ولا كأن في حاجة حصلت. نعم. ما هو هي دي بقى شخصية النادي الاهلي. نعم. لان انا محطوط تحت ضغط طول الوقت. طول الوقت تحطط ضغط. انت بتتكلم مصطفى شوبير. نعم. بيخش فيه هدف واقف برضه. انت شفت اللقطه اللي بعد ما دخل فيه الهدف عمل بيجيب الكره من الشبكه ويلا بينا جرش. هو هي دي شخصيه النادي الاهلي يا كابتن اللي انا بتكلم عليها. ان انا ده في لقطه كمان والله يا كابتن خالد، لقطه حد بعتها لي انه ما بين الشوطين هم طالعين بصرف النظر بقى ان هو مصطفى شوبير لكن هو لعيب صغير بيلم اللعيبه وبيكلمهم ويلا وتعالوا ونتجمع، وبعدين عمار حمدي حاجه الحقيقه الواحد بيبقى يعني فرحان انه في ولاد بالشخصيات دي، وبعدين جري على حسام حسن على الدكه يطمن عليه. حاجه بصراحه حاجه جميله بصراحه يا كابتن خالد، انه زي ما حضرتك قلت كلمه شخصيه النادي الاهلي باينه في مانو، باينه في مغربي، باينه في شرقيه، باينه في كل الولاد، باينه في زياد اللي بيطور بطريقه لعبه من مباراه المباراه كلهم بلا استثناء. محمد اشرف ده باك ليفت هايل يعني يلعب في اي حته الحقيقه يعني. نعم. صحيح. كلهم صحيح. احمد سيد كلهم يعني صحيح. طيب كابتن انا بشكر حضرتك طبعا على 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 ان حضرتك يعني اديتني فرصه ان انا اتكلم على الولاد واديتني فرصه ان انا اتكلم على 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 القطاع كمدربين واداريين ازاي هم بيشتغلوا الفتره اللي فاتت. انا عارف ان انا يعني ممكن ابقى رخم شويه وابقى يعني بخنق على الناس في الشغل، بس انا عايز في الاخر المنتج يبقى بشكل كويس، وعايز في الاخر ان الناس تتكلم على قطاع الناشئين بشكل كويس. وطبيعي يا كابتن طبيعي كل اللي شاف نفسه بره المنظومه دي زعلان، وانا مديله الحق ان هو يزعل. نعم. يعني بنتخبط كتير والناس بتزعل وناس، بس انا في الاخر مش بس سامع. نعم. انا شايف المستقبل بالنسبه للولاد اللي بيشتغلين، شايف المستقبل بالنسبه لقطاع الناشئين، ومش فارق معاه اي تخبيط يعني. نعم. طيب خليني بقى اسالك عن الولاد دول، هل هيطلعوا اعارات؟ ما هو انت الولد لما بيدوق حلاوه الفريق الاول بتبقى حاجه تانية خالص يعني. يعني انا عارف واحد مثلا جاله 3 عروض اعاره، ده انا عارفها متاكد منها. هل بدات تيجي عروض اعارات؟ وهل هيبقى عندكم النيه انك تضحي بمسابقه مثلا في قطاع الشباب ولا الناشئين والولاد دول يطلعوا اعاره، ولا مستر موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ بدا يتكلم مع حضرتك على ولاد يستمروا مع الفريق الاول يا كابتن خالد؟ كابتن احنا السنه اللي فاتت حضرتك فاكر 99؟ نعم. نعم. احنا كان عندنا فوق ال 11 لعيب طلعوا اعاره. صحيح. منهم زياد ده ومنهم فخري. منهم 11 لعيب خرجوا. نعم. خرجوا اعاره السنه اللي فاتت. نعم. وفضلنا لغايه اخر البطوله بالنفس. ايوه. كنا يعني احنا كابتن اللي موجود
هيأدي. ما احنا يعني ما عرفناش مين اللي خد البطولة في الاخر الحقيقة. والله يا كابتن انا كان نفسي اعرف. ما علينا، مش مهم دلوقتي. نعم. فانا كابتن يعني انت، احنا عندنا مجموعة من اللاعبين جيدين جدا. وانا زي ما بقول لحضرتك، انت شفت المجموعة الثانية اللي موجودين، وما كانش ليهم فرصة ان هم يشتغلوا. مجموعة مميزة جدا ويقدروا. احنا كابتن يعني انا الفترة اللي فاتت دي احنا كان عندنا ماتش سموحة في سموحة. وانا كان متاخد من الفريقين ال 2001 2003 15 لعيب. نعم. يعني اللي هم اللي انت بتشوفهم دلوقتي. وقدرنا نكسب سموحه بسموحه ال 2003 وال 2001. نعم. الولاد قدوا، عندنا مجموعه من اللعيبه مميزين جدا يقدروا ان هم يشتغلوا في اي وقت، وكلهم يقدروا يسدوا يعني. فلو حد جات له فرصه اكيد دي هتبقى اداره النادي بالتنسيق طبعا مع. هل في عدد منهم القايمه 35 لعيب في كاس العالم للانديه وكاس العالم للانديه في فبراير؟ السؤال ده مهم جدا، خلي بال حضرتك. كاس العالم للانديه في فبراير وانت هتقيد 35 لعيب، فهي هتقلصوا الى 23 قبل المباراه ب 48 ساعه. فاذا تأيدوا هتبقى فرصه الاعراض بالنسبه لهم ضعيفه، ولا الدنيا ماشيه ازاي يا كابتن؟ والله كابتن بص، انا طبعا يعني اتمنى الخير للولاد في اي حاجه، اي قرار ياخده مجلس اداره ولجنه التخطيط. وانا جاهز يا كابتن، انا بعمل شغلي ان انا افضل اجهز الولاد وان هم يبقوا موجودين، مع طبعا بالتعاون مع مايك، لان الشغل الفني كله هو اللي بياخده بروكتش، ولازم اديله حق طبعا. هو نعم. اللي هو اللي عمل فتره الاعداد المميزه اللي خلت الاولاد بيقدروا يلعبوا كل المباريات اللي انت بتشوفها. بتتكلم على كل قطاع الناشئين مش على فرقه واحده؟ طبعا. هو دلوقتي هو كمان مسؤوليه كامله على فريق الشباب مش كده؟ وهو ماسك فرقه الشباب دلوقتي بالاضافه لعمله، ولا خلاص ركز في الشباب بس دلوقتي؟ لا بالاضافه لعمله. بالاضافه لعمله. طيب برضو اتفضل يا كابتن. انت اتفضل. فاحنا كابتن طبعا يعني اي قرار هيتاخد نعم من مشرع الكوره ولجنه التخطيط، انا يعني هشتغل وراه وهكمل. وهو اهم حاجه في الاخر يهمني هو نجاح النادي، نجاح المنظومه. كابتن خالد انت من جواك عايز الاولاد يطلعوا اعارات ولا عايزهم يستنوا؟ يعني عندك مثلا محمد فاخر السنه فاتت كان اعاره، كان موفقش قوي، انت برضو قدرت انت والراجل انه تخرجوه ويظهر بالمظهر الرائع ده في المباريات. من جوه خالد بيبو نفسه ايه؟ لا لو تقول لي عن نفسي، انا نفسي كلهم يشاركوا مع الفريق الاول. نعم. يشاركوا مع الفريق الاول نفسه، الفريق الاول للنادي الاهلي، ان هم عندهم الاستعداد ان هم يقدروا يشتغلوا ويقدروا يلعبوا. وانت لما شفتهم النهارده يعني لو اديت لاي واحد، يعني حضرتك دلوقتي لو انت في اي وقت حبيت تدي مصطفى شويه مش هتبقى قلقان. نعم. حبيت تدي لاشرف مش هتبقى قلقان، حبيت تدي المغرب مش هتبقى قلقان. صحيح. فانا لو انت بتسالني على اول امنياتي طبعا ان هم يلعبوا في الفريق الاول للنادي الاهلي. بس لو ما فيش فرصه ان هم في النادي الاهلي والاداره شايفه ان هم يتحركوا في اعراض، طبعا انا هبقى اول واحد يساهم يعني. هل الاولاد دول واخدين مستحقاتهم كامله والدنيا بالنسبه لهم مستقره يا كابتن خالد؟ بص يا كابتن، مع النادي الاهلي في الامور دي كل الناس اللي متعاقده وملتزمه ومنتظمه، ما حدش يقدر يجي جنبهم في اي جنيه يعني. احنا النادي الاهلي كابتن يعني انا مش عارف اقول الكلام ده ولا لا، في فتره كورونا في ظل لما كان الناس كلها ما يعني عندها مشاكل في فلوس، الولاد دي كل واحد كان بياخد حقه كمدربين وكلاعيبه، وما فيش حد اصلا معاهم في اي حاجه من فلوسهم يعني. فما بالك دلوقتي يعني اللعيبه بتأدي بشكل كويس وملتزمه ومنتظمه في التمرين. طيب. حد فيهم بيغيب تمرين يا كابتن؟ ما شاء الله. يعني حد في الولاد بتوع الناشئين؟ لا، انت بصراحه انت رئيس قطاع شاطر. عندي سؤالين. لما كان موسيماني بيزوركم كان بيسأل على اسماء ناس، هل طلب منكم ان طريقه اللعب تحت تتوحد مع طريقه لعب الفريق الاول، ولا ساب لكم الحريه دي، ولا برضه عرفتوه على باقي اللاعبين المتميزين اللي ظهر منهم عدد كبير في هذه المباريات؟ والله كابتن طبعا هو جه اتفرج على المباريات يعني كان في مباريات الدوري، اتفرج على من 2007 و2006 اتفرج على الفرقه الاصغر، كان مش الشباب بس، وقعد مع الولاد كلهم وكان في زي محاضرات بسيطه كده صغيره واتكلم معاهم، وكان في قعده طويله جدا مع مايكل مع بروكتش طبعا، قعد هم بيتكلموا واتكلموا في طرق اللعب واتكلموا في الحاجات دي كلها. وطبعا لا يعني كان في تفاصيل، وهو كان عارف الولاد يعني، كان الولاد بيطلعوا بينزلوا على فتره، وكان هدفي انا في الفتره الاخيره ان هو يشوف كل الولاد كل الولاد من 2003 لغايه 2001 كل ده يشوفه. عشان كده احنا كابتن هتلاقي ان قطاع الناشئين بتاعنا عمران متعاقد مع كل الولاد. نعم. متعاقد كله محترف.
طيب. الناشئين ما شاء الله واحد ده كله متعاقدين. سؤالي الاخير لحضرتك، ايهما تفضل انك تحصل على بطوله في الناشئين ولا البطوله انك تصعد لاعبين للفريق الاول؟ طبعا صعد فريق صعد لاعبين للفريق الاول. نعم. ده الهدف نمره واحد يا كابتن. انا نعم. انا خدت بطوله السنه اللي فاتت، خدت ثلاث بطولات وصعدت الفريق الاول وفي لعيبه احترفت يعني. نعم. الحمد لله بنشتغل على كل التعب. بص يا كابتن احنا طماعين، انا عايز كل حاجه، عايز اخد بطولات وعايز كل حاجه. طيب قبل ما اطلع، قبل ما اشكرك، معايا كابتن اشرف قاسم على التليفون الثاني، اكيد عايز توجه له رساله قبل ما ارحب بيه واسلم عليه يا كابتن خالد. كابتن اشرف طبعا انا بحبه جدا وكان لي شرف طبعا ان انا اتمرنت تحت ايده في منتخب مصر مع كابتن محسن، وكان بصراحه يعني برنس الكره المصريه، بقول له الف سلامه وان شاء الله رب يدوم بالف سلامه وطمنا عليك كده. وانا بحبه شخصيا وبحبه كمان في الشغل لما اشتغلت معاه شويه وانا بلعب، وبحبه كمان في التحليل يعني. فربنا يكرمه يا رب وان شاء الله يوم بالف سلامه.